اليوم في حلب هو فيلم صامت، بيحكي عن مجموعة قصص لمدنيين محاصرين ضمن الأحياء الشرقية، الأحياء يلي كانت عم تتعرض لقصف متواصل من قبل النظام السوري، من قبل إيران ومن قبل روسيا بهدف إخراج المدنيين من المناطق المحاصرة. الفيلم بيركز بشكل أساسي على طرق اللي بيحاول المدنيين من خلالها مقاومة الحصار، كيف عم يوجدوا أفكار بديلة ليقاوموا هذا الحصار لحتى يتغلبوا على الحصار ويحاولوا يصنعوا الحياة. حقيقة يعني في عنا عدة رسائل حاولنا نرسلها من خلال الفيلم. الرسالة الأولى حاولنا نظهر مدى حب السوريين للحياة ومدى ارتباطهم ومدى رغبتهم بالاستمرار بالحياة بعيدا كل البعد عن الدعاية وعن الترويج اللي بيقوم فيه النظام السوري والوسائل المتحالفة معه، على أنه كل السوريين على أساس أنهم قاعدة أو داعش أو نصرة. لا، السوريين اللي طلعوا طالبوا بالحرية، السوريين اللي طلعوا بيحبوا الحياة، لذلك من خلال أشكال مقاومة الحياة اللي شفناها ضمن المناطق المحاصرة وبتوضح هاي الرسالة بشكل واضح وبشكل أساسي. الهدف الثاني هو إيجاد وتقديم قصة بسيطة بيفهمها المشاهد، بترسم وبتوثق حياة المدنيين ضمن المناطق المحاصرة. من خلال 24 مهرجان دولي نعرض فيه الفيلم، أكثر من 10 جوائز دولية حصل عليها الفيلم، كنا عم نشاهد بشكل مباشر الجمهور. هذا الجمهور يلي عم ينقل هاي الرسالة وهاي القصص لأصحاب، لأهل، لمجتمع، لبيئة محيطة فيه. بالتالي السينما إلها هدف كتير كبير، هو التأثير ونقل الواقع ونقل القصة الحقيقية يلي تعرض إلها المدني. فأنا بعتقد السينما إلها دور كتير كبير، وخاصة في المرحلة اللي نحن فيها، إضافة للمرحلة التوثيقية يلي عم نمر فيها كوثائق للتاريخ. ونحن البيئة السورية حقيقة مليئة بالقصص والحكاية اللي تعرض لإلها السوريين، سواء من قصص الانتهاكات أو القتل أو التدمير أو قصص التضحية أو قصص الأمل يلي صنعها السوريين من خلال ثورتهم. بالتالي السينما حكاية والحكاية هي سينما. في ظل كل الحصار اللي كانت عم تتعرض للمدينة، كان في مجموعة من الأطفال عم بيحاولوا هؤلاء الأطفال يحتجوا على كل آلة القتل والحصار من خلال الألوان. كانت الألوان هي عبارة عن حياة بالنسبة لهؤلاء الأطفال. بالتالي طرق مواجهة الحصار كانت من خلال مجموعة من الأطفال عم بيلونوا الموت بألوان الحياة. فدور الأطفال هو كان لنوصل رسالة بشكل مباشر عن طرق الاحتجاج اللي كان عم يتبعها الأهالي ومنهم الأطفال لمقاومة الحصار والقتل والموت اللي كان منتشر في مدينة حلب.